بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركاته من الآن وإلى الأبد أمين. نعمة ربنا نتابع دراستنا في سفر الأمثال، والنهاردة ناخد أمثال 17. يقول الكتاب: لقمة يابسة ومعها سلامة خير من بيت ملآن ذبائح مع خصام. الآية دي والمفهوم بتاعها الحلو ده اتكرر قبل كده في الإصحاح 15 الآية 16 و17. بيقول برضو فيه كده سليمان الحكيم: يقول كده القليل مع مخافة الرب خير من كنز عظيم مع هم، أكل من البقول حيث تكون المحبة خير من ثور معلوف ومعه بغضة. لأنه طبعا دي كلنا لمسين هذا الكلام، ياما أكلات أو ياما حفلات حتى الناس بيعملوها وبيبقوا مكلفينها الشيء الفلاني، في عيد ميلاد ولا عيد جواز ولا أي احتفال، وبعدين يحصل بس كده خلاف ولا خصام ولا خناقة بين أخين، تلاقي اللقمة يقول لك إيه اتشممت، يقول لك كده، يقول لك اتشممت، برغم إنها متكلفة لكن ثور معلوف يعني. إنما هنا البيت بقى اللي أساسا البسيط اللي أكله على قده، اللي بياكل لقمة ناشفة بس في سلام، في بساطة، في محبة، ده بيبقى يعني خير من بيت ملآن ذبائح مع خصام. ودي طبعا جوه الآية دي في أبعاد كتيرة ممكن تتقال، إنه ساعات الناس بتتذمر على الأكل ويتذمروا على إن مفيش دخل ويتذمروا على حاجات كتير، وساعات زوجات يعني يعيشوا حياة ما فيهاش أبدا أي رضا وأي شكر، وساعات أزواج يلوموا الزوجات على إنها ما طبختش وما عملتش وحاجات كده يعني. ساعات يبقى الراجل وحش والست تبقى وحشة أحيانا. الكتاب بيقول مش هو ده اللي بيصنع البهجة والفرح والسلام، اللي بيصنع الشبع أو ده إن يبقى فيه سلام في البيت، سلام في البيوت، أما الخصام فما بيجيبش نتيجة. المثل الثاني يقول: العبد الفطن يتسلط على الابن المخزي ويقاسم الإخوة الميراث. العبد الفطن، العبد الفطن هنا والعبد المطيع، العبد الأمين، ها، العبد الذكي، يتسلط على الابن المخزي ويقاسم الإخوة الميراث. لو تفتكروا معايا قصة أبينا إبراهيم لما كان عنده إسماعيل من هاجر، وبعد كده إبراهيم شايف نفسه بيكبر وهتنتهي حياته، فخاف قوي على الميراث وقال ربنا: ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيما ووارث بيتي العبد؟ ده موجود في تكوين 15 يقول له كده العدد الثاني، ربنا بيقول له: لا تخف يا ابراهام، انا ترسل لك اجرك كثير جدا. فقال ابراهام: ايها السيد الرب، ماذا تعطيني وانا ماض عقيما ومالك بيتي هو اليعزر الدمشقي؟ لانه كان اسماعيل موجود، واسماعيل ده ابن الجاريه، فمش شايفه ابن مخزي. فقال له: تديني ايه يا رب وانا ماضي عقيما ووارث بيتي مين؟ لعازر الدمشقي. فلعازر ده هنا كان عبد فاطن، كان عبد بيحب جدا ابراهيم، وخاف ابونا ابراهيم انه هذا العبد يقاسم الاخوة الميراث، يعني ياخد من ميراث ولاد ابراهيم اذا كان بقى اسماعيل او حتى لما يجي اسحاق. عايز يقول انه يعني مش شرط ان الابن يبقى، لانه ابن يبقى وارث، لا، ممكن عبد يكون افضل من ابن. البوطة للفضة والكور للذهب، وممتحن القلوب الرب.
البوطة زي بتاع كده قصعة كده صغيرة يعني، والكور برضو زي كوز عميق شوية. فيقول كده البوطة يسيحوا بها الفضة عشان ينقوها من الشوائب، وكذلك برضو الذهب يسيحوه في الكور عشان ينقوه من الشوائب. طب والقلوب؟ يقول لك الله ممتحن القلوب، ممتحن القلوب، ممتحن القلوب زي ما الفضة بتمتحن لكي تنقى. بالضبط، الفضة تمتحن لكي تنقى، برضو القلوب تمتحن علشان خاطر يظهر معدنها وينقيها ربنا من الشوائب، إن كانت ضعفات، إن كانت خطايا، إن كانت شرور، إن كانت أفكار، أيا كان بقى إيه هذا الأمر. وده موجود على فكرة في صدى لهذا الكلام في ملاخي 3:3. ملاخي آخر أسفار العهد القديم، ملاخي 3:3 يقول الكتاب كده: من يحتمل يوم مجيئه، مجيء يوم الرب يعني، من يحتمل يوم مجيئه ومن يثبت عند ظهوره؟ لأنه مثل نار الممحص ومثل أشنان القصار، فيجلس ممحصا ومنقيا للفضة فينقي بني لاوي ويصفيهم كالذهب والفضة ليكونوا مقربين للرب تقدمة بالبر. يجلس ممحصا ومنقيا للفضة، هنا قصد الفضة شعبه يعني، اللي هم ينقي بني لاوي بنو كهنوت ويصفيهم كالذهب والفضة ليكونوا مقربين للرب تقدمة بالبر. فلما ربنا يكون عايز يعني يشوف إنسان معطله عن انه يقدم تقدمة بالبر، معطلاه بعض الضعفات او الشرور او الخطايا، يبتدي يعرضه للنار، والنار هنا تجربة. معلمنا بطرس الرسول في رسالته برضو الاولى يقول نفس المفهوم ده، نفس المفهوم ده، رسالة بطرس الرسول الاولى الاصحاح الاولاني الآية 6 يقول: أنتم بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير. دي الآية 5. بعدين يقول إيه؟ الذي به تبتهجون، مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة لكي تكون تزكية إيمانكم، وهي أثمن من الذهب الفاني معناه يمتحن بالنار، توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. يعني ربنا عايز أنا عند استعلان ربنا يسوع المسيح لما يظهر ربنا في المجيء الثاني، أنا عايز أوجد للمدح والكرامة، أنا عايز أكون مستحق للمدح والكرامة، مستحق للمجد عنده في السماء. طب في حاجة هتعطلك، إيه هي؟ ضعفاتك وخطاياك وكسلك وتراخيك وكل الحاجات الصعبة دي اللي هي شوائب الفضة والذهب. ثم ربنا يعمل ايه؟ لان هيعز عليه هلاكي ويعز عليه حرماني من الاكاليل والمجد، يقول لك ادخله في ايه؟ ادخله في تجربة، اقدبه شوية عشان خاطر في الاخر يستعلن معدنه الاصيل وتستعلن يعني حلاوته الروحية اللي جوه، وبالتالي يؤهل للمجد وايه؟ والكرام. بقول الكلام ده طبعا، وممكن قوي حد يبقى يقول لك ليه ربنا يجربني وليه ربنا مش عارف ايه، كلام واضح ما فيهوش لبس، ما فيهوش اي احتمالات اخرى، واضحه الكلمه يعني. البوطه للذهب والكور، البوطه للفضه والكور للذهب، وممتحن القلوب الرب. يقول لك ده عهد قديم، اهو عهد جديد يا سيدي. بطرس الرسول بيتكلم في زمن النعمه، ان احنا عشان نؤهل للمجد والكرامة عند استعلان ربنا يسوع المسيح نمتحن احنا كمان بالنار. ما تزعلش من الكلام، هو عهد جديد، جديد كمان اتكلم في هذا الموضوع. فاكرين حضراتكم الآية الجميلة اللي جت في اعتقد ايوب 23:10،
لما بيقول كده لأنه يعرف طريقي، إذا جربني أخرج كالذهب. يعرف طريقي، إذا جربني أخرج كالذهب. يا 23:10 مظبوط. طيب حلو خالص. يبقى نعم، وكان مؤتمر. فهنا يعني الآلام والتجارب، يا ريت قبل ما تتشرع وتلوم ربنا وتشتكي وتتذمر، دور كده يمكن ربنا بينقيك كما ينقي الايه، الذهب او الفضه. البوطه للفضه والكور للذهب وممتحن القلوب الرب. الفاعل الشر يصغى الى شفة الاثم، والكاذب ياذن للسان فساد. الفاعل الشر، شوفوا هي تقريبا يعني المثل ده شطرين مرادفين لبعض. يعني الفاعل الشر هو الكاذب، ويصغى يعني يأذن. يأذن يعني يديله ودن، مش يعني يديله إذن، لا يديله ودن. يأذن يعني يميل ودانه، هي يصغى بالضبط كده يعني. فيقول لك الفاعل الشر يصغى إلى شفة الإثم. الراجل اللي دماغه تعبانة في الشر ويحب السكة دي وكده، تلاقيه ميل ودانه قوي لإيه، للحوارات اللي فيها إيه، اللي فيها شر وخطايا ونجاسة، الأفكار يعني تعبانة بالحاجات دي، تلاقوه فرحان قوي بالحوارات اللي فيها لخبطة يعني. واخدين بالكم؟ الكاذب بقى يأذن للسان فساد برضه، اللي يحب بقى الكلام على الناس، واللي يحب يسمع أخبار الناس ويدين الناس، يدي ودنه بقى لكل الحوارات. لكن طبعا الإنسان الصالح أصيل روحيا مش فاضي للكلام ده، ما يبيعش ودانه لأفكار وحشة، لكلام وحش، لألسنة تتكلم في كلام بطال، كلام نجاسة، نكت رديئة، ما هو مش فاضي لكده، مش فاضي لكده. المستهزئ بالفقير يعير خالقه. أنا ما زلت بقول يا جماعة إن سفر الأمثال ما هوش سفر بيحكي لي فقرة، لا، ده ممكن تلاقي مثل بعديه مثل في حاجة تانية خالص، لأن سليمان كتب حوالي 3000 مثل جمعولنا منها الأمثال دي. المستهزئ بالفقير يعير خالقه، الفرحان ببلية لا يتبرأ. المستهزئ بالفقير يعير خالقه، شوفوا الآية دي خطيرة. يعير خالقه ليه؟ لأن الله هو اللي سمح بهذا الوضع، هو اللي سمح أن يبقى فيه في الدنيا أغنياء وفقراء. فلما انت تيجي وتستهزئ بالفقير، كأنك تستهزئ بمين؟ باللي عمل الوضع ده اللي هو ربنا. يبقى انت بتعير الخالق. ولو رحنا للعهد الجديد واللغة بتاعته، هنلاقي انه الله ربنا يسوع المسيح في الفقير، في المريض، في المسجون، في الغريب، بحسب متى 25. يبقى اللي هيستهزئ بالفقير بيعير مين هنا؟ بيعير المسيح، يعير خالقه، يعير خالقه. فلا، ما ينفعش ان احنا نعمل كده. ونجي معلمنا يعقوب في رسالته الاصحاح الثالث كلم على الاعمال، قال انتم اهنتم الفقير، انتم اهنتم الفقير بالمحاباة، اهنتم الفقير. ليه؟ يدخل واحد غني لابس خواتم ذهب تقول له اقعد هنا، ودخل واحد رست الثياب اقعد انت هناك. طب ليه تهين الفقير؟ ليه؟ عشان ده لابس ذهب وده مش لابس ذهب. كأنك بتعير الخالق وتقول له انك عريان وانك انت ما عندكش ذهب. لا، المستهزئ بالفقير يعير خالقه، الفرحان ببلية لا يتبرأ. والفرحان ببلية دي هفكركم بحاجة درسناها في قصة السبت، المزمور بتاع داود لما بيقول كده يا بنت بابل الشقية طوبى لمن يكافئك مكافاتك. لا، يقول كده أذكر رب بني آدوم في يوم أورشليم، القائلين انقذوا انقذوا حتى الأساس منها. بنو آدوم كانوا عملوا ايه؟ حد فاكر؟ كانوا لما يجوا ينفلت بنو يهوذا من سبي بابل او من عساكر نبوخذ نصر، ويطلعوا من فتحات الابواب ويجروا في الصحراء، كانوا يقابلوهم بنو ادوم وايه،
ويدخلوهم تاني للعساكر يموتوهم. كانوا شمتانين فيهم، كانوا فرحانين بالبلية بتاعتهم. وفي عندنا سفر درسوا معاكم أبونا كيرولو، سفر عبادية، ده عبارة عن إصحاح واحد بيتكلم على الموضوع ده. عبادية 12 هو إصحاح واحد 12 ل16 يتكلم على الحتة دي. يقول إيه؟ يقول يجب أن لا تنظر إلى يوم أخيك يوم مصيبته، ولا تشمت ببني يهوذا يوم هلاكهم، ولا تفجر فمك يوم الضيق. لأنه بيتكلم بنو عيسو اللي هم أدوم على كلموا على بنو يعقوب اللي هم يهوذا. فبيقول كده لا تنظر إلى يوم أخيك يوم مصيبته، اللي هي البلية اللي كان فيها بنو يهوذا، ما تبص لهمش يوم البلية اللي هم فيها، ولا تشمت ببني يهوذا يوم هلاكهم، ولا تفغر فمك يوم الضيق، لا تدخل باب شعب يوم بليتهم، ولا تنظر أنت أيضا إلى مصيبته يوم بليته، ولا تمد يدك إلى قدرته يوم بليته، ولا تقف على المفرق لتقطع منفلتيه، ولا تسلم بقاياه يوم الضيق، فأنه قريب يوم الرب على كل الأمم، كما فعلت يفعل بك عملك يرتد على رأسك. لأنه كما شربتم على جبل القدس يشرب جميع الأمم دائما، يشربون ويجرعون ويكونون كأنهم لم يكن. يعني هنا اللي بيشمت في بلية أخوه ده لا يتبرأ، يعني هتدور عليه الدوائر ويرجع تاني هو يتجرع من نفس الكاس. الشماتة دي صفة رديئة، صفة رديئة. ده يقول له ما تدخلش بيت أخوك في يوم بليته طالما أنت عينك وحشة كده. في ناس على فكرة كده، يعني يروحوا يعزوا مثلا وياخدوا الست في حضنها والرجل في حضنه، ربنا عزيك يا أختي مش عارف، بعد كده قعدوا تودودوا، عارف هي لو كانت عملت ما كانتش، قعدوا حكوا كده. شماتة دي شماتة، لا أحسن ما تروحش ما تعزيش، لكن انت رايح شمتان وانت رايحة شمتانة. لا يتبرأ. ستة، تاج الشيوخ بنو البنين وفخر البنين آبائهم. الكتاب هنا بيتكلم على عائلة مثالية، عائلة مثالية فيها شيوخ وأبناء وأحفاد، شيوخ وأبناء وأحفاد. الشيوخ فرحانين بالأحفاد بيعتبروهم تاج فوق رأسهم، والبنين فرحانين بآبائهم اللي ربوهم وكبروهم وعلموهم ووروهم طريق ربنا. فدي دي دي أسرة حلوة، عائلة مثالية، عائلة مثالية. بفتكر هنا فرحة أبونا يعقوب بولاد يوسف في تكوين 48، تكوين 48 العدد 8، تكوين 48 العدد 8، لما بعث يوسف وجاب أبوه بقى ولم إخواته كلهم وبقى في مصر، فرح قوي يوسف وجاب ولاده الاثنين منسى وأفرايم، جابهم عشان أبوهم يعقوب يباركهم. يقول كده رأى إسرائيل ابني يوسف، إسرائيل هو يعقوب الاسم الجديد ليعقوب، رأى إسرائيل ابني يوسف فقال من هذان؟ فقال يوسف لأبيه هما ابناي اللذان أعطاني الله هنا، فقال قدمهما إلي لأباركهما. وأما عين إسرائيل فكانت قد ثقلت من الشيخوخة لا يقدر أن يبصر، فقربهما إليه فقبلهما واحتضنهما. وقال إسرائيل ليوسف، شوفوا بقى الفرحة، لم أكن أظن أني أرى وجهك، وهو ذا الله قد أراني نسلك أيضا. ثم أخرجهما يوسف من بين ركبتيه وسجد أمام وجهه إلى الأرض، إلى آخر هذا الكلام. يعني في العدد 15 يقول كده وبارك يوسف، يعني بارك ولاده وبارك يوسف كمان، وقال الله الذي صار أمامه أبواي إبراهيم وإسحاق، الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم، الملاك الذي خلصني من كل شر، يبارك الغلامين وليضع عليهما اسمي
واسم أبوي إبراهيم وإسحاق وليكثر كثيرا في الأرض. تاج الشيوخ بنو البنين وفخر البنين أباؤهم. لا تليق بالأحمق شفة السؤدد، كم بالحري شفة الكذب بالشريف. السؤدد جاية من السيادة، فيقول الأحمق ما يلاش قوي انه يقول الأقوال اللي فيها فضل وفيها أقوال حسنة، يعني اسمها شفة السؤدد. الأحمق ما يقولش كلام بتاع الناس الفضلاء لأنه أحمق، يبقى الكلمة مش على اللسان اللي يستاهل يقولها يعني، لا ما يتقالش دي يعني. حتى جاء في الإنجليزي excellent speech، الكلام اللي هو البارع قوي ده، ما يقولوش واحد أحمق، ما ينفعش، حتى ودنك ما ترتحلوش يعني، ودنك ما ترتحلوش. لا يليق بالأحمق، لا تليق بالأحمق شفة السؤدد، كم بالحري شفة الكذب بالشريف. يعني إذا كنا مش هنقبل من فم أحمق كلمة فاضلة، فمش ممكن نقبل من فم واحد شريف كلمة كذب، مش كده؟ يعني كنا بنقول يعني إزاي الأحمق ده يقول كلام حلو، هنستنكف إن واحد شريف فاضل يطلع كلمة ايه؟ كلمة كذب. طبعا الناس مش ممكن تصدق واحد شريف بيكذب، بالعكس تيلموه من نظرهم بسرعة. فالشريف يحافظ على لسانه طاهر ونقي وفاضل افضل، لانه لا يليق بالشريف ان ينطق بايه؟ بكلمة كذب. لا يليق بالاحمق كلمة السؤدد او شفة السؤدد. فاكرين شاول الملك لما فارقه روح الله وبغته روح رديء من قبل الرب، خلاص يعني فارقه روح الرب. بعد كده شاول ده هو ماشي من عند صمويل قابل مجموعة من مدرسة الأنبياء بيتنبأوا، جرى له إيه؟ هو نفسه تنبأ. فالناس قالت إيه؟ أشاول أيضا بين الأنبياء؟ أصل كلام الأنبياء ده شفة السؤدد، الأنبياء دول أسياد يقولوا كلام ربنا، حتى شاول بيقول كلام ربنا؟ ينفعش، لأنه لما فارقه روح الله دخل في الحماقة، فما ينفعش إنه إيه؟ إن شاول يقول هذا الكلام. الهدية حجر كريم في عيني قابلها، حيثما تتوجه تفلح. هنا الهدية مش رشوة، الهدية هنا مش رشوة، الهدية هنا هدية محبة، عطية محبة. يعني يجي واحد يهديني حاجة بحب بلا مقابل عايزه مني، فأنا أقبل الهدية منه بفرح، لأنه بتبقى دليل حب، دليل حب. فاكرين يوناثان ابن شاول قدم لداود النبي هدية حلوة خالص، اعتقد في صمويل الاول 18:3-4 بتهيألي كده، صمويل الاول 18:3-4 يقول ايه؟ اخذه شاول في ذلك اليوم ولم يدعه يرجع الى بيت ابيه داود، وقطع يوناثان وداود عهدا لانه احبه كنفسه، وخلع يوناثان الجبة التي عليه وأعطاها لداود مع ثيابه وسيفه وقوسه ومنطقته. وكان داود يخرج إلى حيثما أرسله شاول كان يفلح، فجعله شاول على رجال الحرب وحسن في أعين جميع الشعب وفي أعين عبيد إيه؟ شاول أيضا. شوف يوناثان عمل إيه؟ أحب داود فاداله، اداله كل حاجة، كأنه خلاه ابن الملك، اداله الجبة واداله الثياب والسيف والقوس والمنطقة، اداله كل حاجة، قال له خد البس. فهنا الهدية حجر كريم يعني غالية قوي، في عيني قابلها حيثما تتوجه تفلح، يعني تجيب نتيجة. وفعلا لو خدتوا بالكم لغاية نهاية حياة يوناثان، وداود أحب يوناثان، ولما مات يوناثان مع أبوه في الحرب
داود رفع شاول ويونسان وقال عن يونسان بالذات كلام حلو خالص، قال له كده ان كنت حلوا لي، يقول محبتك اعمق من محبة النساء. ده كلام داود عن يونسان. من يستر معصية يطلب المحبة، ومن يكرر امرا يفرق بين الاصدقاء. من يستر معصية يطلب المحبة. يعجبني قوي في ستر المعصية ده بقى معناها واضح، ان المحبة تستر كثرة من الخطايا، هذه معناها على طول يعني. لكن هنا بتعجبني موقف نافان النبي مع داود لما اخطأ. داود اخطأ وعارفين خطيته كويس قوي، نافان النبي ده ربنا كشف له خطية داود، فما راح مش جاي على داود كده في وسط الشعب ولا في وسط مجلس الشيوخ ولا وقال له تعالى يا ملك ده انت ثاني وانت ما قالش كده. ده دخل عليه وقال له احكي لك حكاية، وابتدى يحكي له حكاية الراجل اللي كان عنده قطيع نعاج، وبعدين طمع في النعجة بتاعت واحد جاره. ايه رأيك فيه يا ملك؟ قال له يقتل. قال له انت هو الرجل. يا شوف بقى ايه سطر ازاي، ودخل عليه كلمه لوحده. ليه؟ لانه بيحبه. من يستر معصية يطلب المحبة، بيحبه. وده الستر ده جاب نتيجة، يعني خلى داود قال له اخطأت الى الرب، قال له والرب نقل عنك خطيتك، على طول الحوار خلص في دقيقتين. انما لو كان جاي له بقى بفضيحة وبيجرسه كان داود بقى كبرت في دماغه وعمل فيها بقى ملك والكبرياء اشتغل وشخط فيه، ويمكن كان قتله كمان، يعني زي ما عمل مثلا يهوى يقيم مع أرميا النبي لما بكته. ده مش معناه ان أرميا ما سترش، لا، كانت منهج أرميا غير منهج نافان النبي. فهنا من يستر معصية يطلب المحبة. ما تزعلوش من أباء الاعتراف لو واجهك بخطيتك، انتوا قاعدين في اوضه واحده انت وابونا، فلو واجهك بخطيتك ما تزعلش منه، حتى لو كانت لطمه على وجهك، حتى لو كانت كلمه صعبه، حتى لو بكاك، اعرف انه بيحبك وبيخاف عليك. من يستر معصيه يطلب المحبه، ومن يكرر امرا يفرق بين الاصدقاء. على فكرة نافان وداود ده موجود في صمويل الثاني 12. من يكرر امرا يفرق بين الاصدقاء. اللي يكرر امر ده يعني ربطت بينها وبين سنبلط الحوروني في قصة نحمية، في نحمية 6. معلش انا بفسحكوا كتير في الكتاب المقدس، بس انا عامل كده مخصوص لسبب، عشان نعرف ازاي سليمان هضم قوي ما قبله من اسفار، واخدين بالكم، هضمها. فاكر اللي حصل مع ابوه داود، وفاكر اللي حصل مع دومة ومع موسى والتثنية لا تلاقي بيجيب من القديم كل الاصفار اللي قبله، هو خدها كده جواه وبيطلع منها عصارة خبرة بيديها لنا. فاحنا بنعمل زي سليمان كده في نحمية ستة. سنبلط ده كانوا ثلاثة بيقوموا بناء السور، اللي هو جشم العربي وطوبيا العبد العموني وسنبلط الحوروني. سنبلط ده بقى بتاع الكلام، شوفوا ازاي بيكرر امر. لما سمع سنبلط ارسل الي قائلين، ده في العدد 2، هلما نجتمع الى القرى في بقعة اونو، وكان يفكران ان يعمل شرا. راح قال لهم لا انا عامل عمل عظيم مش هقدر اجي. طيب في العدد 4، ارسل الي بمثل هذا الكلام 4 مرات وجاوبتهما بمثل الجواب. في 5، ارسل بمثل هذا الكلام 5 مع غلام برسالة منشورة بيده مكتوب فيها قد سمع بين امم وجشم يقول كذا 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 كذا. برضه هو ايه مصر على موقفه نحمية، اصل اللي عمال يكرر الكلام ده انسان بطال. من يكرر الكلام يفرق بين الأصدقاء. هو عمال يكرر الكلام علشان يخلي المجموعة اللي مع النحمية تنفض عن النحمية، أو يحط خلاف بين النحمية والملك كصديقه، وبالتالي يتعطل بناء السور. ولو نجحت المشورة دي
كان ممكن فعلا السور يتعطل للبناء، انما ده ما حصلش. من يفرق، من يكرر امرا يفرق بين الاصدقاء. زي واحد يجي يقول لك ابونا يعقوب اللي انت بتحبه ده، ده انا شفته مره بيعمل كذا كذا كذا. انت بتحب ابونا يعقوب، تروح تقول له اسكت، يلف ويجي لك تاني. عارف ابونا اللي انت مش عارفه، هو عايزك في الاخر تعمل ايه؟ تبعد عن ابونا بتاعك ده عشان يصطادك لوحدك بعيد، وهكذا. يفرق بينك وبين اخواتك، بينك وبين الخدام، بينك وبين اهلك، بينك وبين اصحابك. ليه؟ عايز يستفرد بيكم بره. الايه 10، الانتهار يؤثر في الحكيم اكثر من 100 جلده في الجاهل. الحكيم الفطن العاقل اما تزعق له زعيقه واحده على طول يرتدع ويتغير ويقول لك انا اسف وخلاص. تمسك بقى واحد جاهل تديله 100 جلده انه يحس، ما يحسش، جبله ما يحسش. الانتهار يؤثر في الحكيم. شوفوا ناثان النبي لما قال لداود كلمه انت هو الرجل، على طول ما داود بسرعه بسرعه، انا بيتهيألي قبل ما ناثان يكمل الكلمه كان داود قال له اخطأت الى الرب. تأثر بسرعة لأن داود حكيم، فتأثر فيه الانتهار. شوفوا مثلا أبي مالك في قصة أبونا إبراهيم في تكوين 21، معلش تعبيني كنفين، تكوين 21 25، تكوين 21 25، يعني أبونا إبراهيم في علاقته بأبي مالك يقول كده إيه؟ عاتب إبراهيم أبي مالك لسبب بئر الماء التي اغتصبها عبيد أبي مالك، اغتصب بئر ماء فجاب يعاتبه. فقال أبي مالك لم أعلم من فعل هذا الأمر، أنت لم تخبرني ولا أنا سمعت سوى اليوم. فأخذ إبراهيم غنما وبقرا وأعطى أبي مالك فقطع كلاهما ميثاقا. كلمة عتاب قالها له على طول إيه؟ اتأثر واتغير، قال له ما كنتش أعرف، خلصت الشغلانة على كده، عملوا ميثاق يعني عهد اتفاق وخلاص، لم يعد عبيد أبي مالك يطمره أو يردمه أبار لابونا إبراهيم تاني. شوفوا مثلا واحد زي هيرودس، هيرودس الملك، يوحنا المعمدان انتهروا، قالوا لا يحل لك ان تأخذ هيروديا امرأة اخيك. عمل فيه ايه؟ رماه في السجن. وفي الاخر يعني برغم انه كان بيهاب يوحنا لكن لم يرتدع من كلمة انتهار، رماه في السجن، وفي الاخر قدم راسه على طبق اجرة رقص غنية. يبقى الانتهار يؤثر في الحكيم اكثر من 100 جلدة في الجاهل. الشرير انما يطلب التمرد فيطلق عليه رسول قاس. حتى على المستوى الوطني، شوفوا النهاردة الارهاب مثلا، لو فرضوا ارهابي عرفوا مكانه يعملوا ايه فيه؟ يروحوا عليه جيش. ليه؟ لأنه متمرد شرير عمال يعمل فساد ويعمل شر ويدمر ويخرب ويفجر، ويروحوا داخلين عليه برسول قاسي، واحد هارب من العدالة، يبعتوله فرقة تقبض عليه رسول قاسي لأنه متمرد. طب بقى في الحياة مع ربنا بقى، لو واحد متمرد شرير برضه ربنا يبعث له رسول قاسي، يبعث له حد يأدبه، ممكن يكون من البشر، سلط عليه مشكلة في شغله، مشكلة هنا هنا هنا، تنغص عليه حياته عشان تمنعه عن التمرد، وإلا بقى لو سلط عليه إبليس، يعني سمح لإبليس إن هو إيه يجربه. إبليس قاسي، إبليس قاسي. ليه؟ لأنه أنت محتاج، أنت اضطريت ربنا إنه يعاملك كده لانك انت شرير تطلب التمرد. التمرد يعني العصيان، واحد ماشي في سكة العصيان، ده بيضطر ربنا انه يؤدبه بالرسول قاسي.
الشرير يطلب التمرد فيطلق عليه رسول قاسي. فاكرين الرسول القاسي ده اي سلطة زمنية كمان ممكن تكون، يعني البوليس مثلا. يعني فاكرين قصة هلاك ابشالوم؟ خرج يؤاب وداود قال لهم ترفقوا لي بالفتى ابشالوم. فداود لانه اب مش عايز ابشالوم يهلك، فقال لهم ترفقوا لي بالفتى ابشالوم. بس يؤاب كان قاسيا وكان عايز ينتقم من ابشالوم، لان ابشالوم كان حرق له حقلة او غيط قبل كده فمبقها له، جات له الفرصة. وكلنا عارفين ازاي انه كان رسولا قاسيا، يبقى كأن داود بعته بيتخيله حد طيب هيجيب له ابشالوم حي لان ده ابنه، لكن في الحقيقة سمح الله ان يكون يؤاب رسولا قاسيا فضرب السهم في قلب ابشالوم، لان ابشالوم شرير ومتمرد. ليصادف الانسان، عدد 12، ليصادف الانسان دبة ثقول ولا جاهل في حماقته. تخيلوا يعني تقابلني دبة خدنا ابنها موتناه، ثقول، الثقول هي الايه اللي مات ابنها، دبة ثقول خدت منها ابنها موتت قصاد عينيها فتخرج غاضبة، يقول لك يقابلني، تقابلني دبة ثقول ولا يقابلني واحد ايه جاهل في حماقته. الجاهل في حماقته ده يغلبك ويخليك تندم على اليوم اللي قابلته فيه. لقي نفسك لا عارف تكلمه ولا عارف تقنعه ولا عارف تقبل منه حاجة، وتلاقيه فظ في كلماته، وتلاقيه تحس انك انت قلبك ده هينفجر منك وانت بتتعامل معاه. تقول لا ده انا لو كنت قابلت دب ثقول كانت قابلتني احسن من كده. يعني طبعا سليمان بيبالغ في التشبيهات عشان يورينا قد ايه الحماقة مكروه. من يجازى عن خير بشر لن يبرح الشر من بيته. دي صعبة. حتى داود على فكرة جاز الخير بالشر. أوريا الحسي أطاع داود وخرج وحارب في جيش داود، ولما داود حب يداري غلطته وقال له انزل لبيتك، قال له ازاي اروح بيتي واتنعم مع امرأتي والجيش في البرية بيحارب؟ شوفوا مخلص ازاي أوريا لداود، ومع هذا قال له طب خلاص روح، وبعت معاه الوصية بقتله وقال لي يقوب حطه في اول الصفوف، ومات أوريا الحسي. عشان كده السيف لم يفارق بيت داود، لم يفارق بيت داود. يقوم ابشالوم ويقتل امنون ويبقى فيها الايه يتجرع داود من نفس الكاس، ويضجع ابشالوم مع نساء ابيه في عز الشمس فوق السطوح بتاع القصر. من يجازي عن خير بشر لن يبرح الشر من بيته. مبرئ، اسف، ابتداء الخصام اطلاق الماء، فقبل ان تدفق المخاصمة اتركها. ابتداء الخصام اطلاق الماء، اي شد لو اتفتحت فيه فتحة قول السد ده خلاص وقع. ليه؟ هتبتدي المية تخرج من دفاع من الفتحة دي، بعد شوية هتوسع الفتحة دي لغاية لما السد كله ايه ينهار. فابتداء الخصام اطلاق الماء، البداية كده في العلاقة اللي بينك وبين اخوك او اختك او ده عبارة عن سد، سد من المحبة، سد من الاخلاص، من الوفاء، محصد الايه العلاقة دي. لكن لو حصلت ثغرة وابتدى يخش من الثغرة دي عداوة بقى خصام وبغضة وكلام بطال وإهانة وشتيمة وظن سوء و خلاص
الشد ده بينهار ويبتدي بقى ايه يبقى فيه الخصام. اطلاقه ابتداء الخصام اطلاق الماء. طب اعمل ايه؟ قبل ان تدفق المخاصمة اتركها، ما تخليش عتابك مع اخوك البداية اللي ايه تضيع العلاقة اللي بينك وبينه خالص. لو عرفت ان العتاب هيدمر العشرة دي ما تعاتبش، لان البداية هي ايه؟ الكلمة دي، الكلمة دي. دور على حل تاني، لكن بلاش طالما الخصام مش هيجيب نتيجة. مش واحد يقول لك انا ما تعودتش اكتم في قلبي حاجة، ده انا اقول للاعور انت اعور في عينه. يا حبيبي حاش، ما هتقول له انت اعور هيعورك، ما بلاش. هتبتدي تقول حاجة هيهيج عليك لا، دور على مداخل اخرى ربما بالمحبة تعالج الامور. مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة الرب. طبعا طبعا، واشهر الامثله على هذا بيلاطس الجندي. جاب باراباس وكان لصا والقي في السجن لاجل فتنه وقتل واطلقه، وجاب المسيح له كل مجد اللي بلسانه قال لم اجد عله في هذا الانسان واسلمه لليهود ليصلب، فصار مبرئا للمذنب ومذنبا للبريء. يعني قبل ما يسلموا اليهم ليصلب كان لسه بيقول لم اجد علة في هذا الانسان. ومع هذا نتيجة صراخ اليهود وخوفوا على مركزه وخوفوا من قيصر فسلموا له. لماذا في يد الجاهل ثمن الاقتناء الحكمة وليس له فهم؟ يعني يا جاهل انت في ايدك فلوس ليه؟ عايز تعمل بيها ايه؟ عايز تاخد الحكمة وانت معكش فهم، تجيبها ازاي؟ الحكمة لا تقدر بكل الجواهر، ولا كل اللآلئ لا تساويها. في واحد احمق في سفر اعمال الرسل كان عنده فلوس اسمه سيمون، وقال للاباء خدوا وادوني ايه؟ ادوني المواهب. يا راجل، ده قال له تمضي فضتك معك الى الهوية او الى الهلاك، ده في اعمال 18. فهنا الجاهل يعني خلي فلوسك معاك، الحكمة والمواهب ما تقدرش بالمال ده خالص. يعني عدد 17، الصديق يحب في كل وقت اما الاخ فللشدة يولد. جميلة دي قوي. الصديق يحب في كل وقت اما الاخ فللشدة يولد. الصديق شخص بار، صاحبك، صديقك، زميلك، بيحبك على طول، بيحبك. المحبة دي وضع، واخدين بالكم؟ لكن بقى يقول ايه عن الاخ؟ للشدة يولد. يعني ربنا جاب لك اخ في الحياة وخلاه بالنسبة لك حائط صد، لما تقع في شدة تلاقيه ايه؟ موجود. يبقى الصديق الشخص البار، والاخ هو اقرب ليك من اي حد تاني في وقت شدتك لازم ايه تلاقيه. عشان كده لما يلاقي واحد له زميل واقف جنبه قوي قوي يقول لك ده ولا اخوه، ده ولا اخوه، ده اخواته ما عملوش كده. واخد بالكم في حاجات كده بعض المواقف؟ يعني ليه؟ لان الاخ المفروض ايه؟ للشدة يولد. طبعا الاخ للشدة يولد. وبنفتكر اخ اتولد من بشريتنا لاجل شدتنا هو ربنا يسوع المسيح، اللي اتقال عنه كده استشارك الاولاد في اللحم والدم اشترك هو ايضا فيهما لكي يبيد بموته. ذاك الذي له سلطان الموت، وكنا جميعا خوفا من الموت كل حياة تحت العبودية. ويقول كده في روميا ليصير هو بكرا بين اخوة
كثيرين، فصار ربنا يسوع المسيح بكر بين اخوة كثيرين فاتولد للشدة. احنا كنا في شدة، البشرية كلها كانت في شدة، شدة الخطية وشدة الضياع وشدة اليأس وشدة الهلاك، فاتولد ربنا يسوع المسيح وصار اخا لنا بحسب النعمة، يعني اخذ جسدنا بالتجسد، اشترك فيهما في اللحم والدم. عشان ايه؟ عشان الشدة اللي احنا فيها. ايه الشدة؟ كنا كل حياتنا تحت العبودية خوفا من الموت، فأباد هذا الموت وأنقذنا من الشدة. بس مش معناه بقى تقف تقول له يا أخونا يسوع، لا حبيبي، يلعب لعبة غيرها. على قد ما اقترب إليك على قد ما يظل هو ابن الله آخر كلي بالنسبة ليك، يعني مقترب جدا 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 ليك، ده بالنعمة والاتحاد في التجسد، ولكن بحسب طبعه ولاهوته انت فين وهو فين. ده الكنيسة تقول ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. لكن احنا إحساسنا انه اتولد مننا علشان خاطر يخلصنا، ده مفرح. الأخ للشدة يولد. في الإصحاح اللي بعده، الإصحاح اللي بعده العدد 24 يقول المكثر الأصحاب يخرب نفسه، ولكن يوجد محب ألزق من الأخ. فبقى المسيح له المجد كمان إيه؟ محب ألزق من الأخ. عشان كده مرة خدنا خلوة في مؤتمر كان اسمه من يعطيني أن أجده، أخذنا الثلاث عبارات دول عن المسيح: صديق يحب في كل وقت، محب ألزق من الأخ، وأخ مولود للشد. ده ربنا يسوع المسيح، ده ألقابه في الكتاب المقدس على فكرة. الإنسان الناقص الفهم يصفق كفا ويضمن صاحبه ضمانا. حتى دي موجودة في 11-15 لما حذرنا من ان الواحد يمد ايده ويعمل اتفاقات وخلاص، ويضمن غريب ويضمن اي حد، وبعد كده يتورط هو في سداد الدين والكمبيالات، وهو واللي خد البضاعة طفش. لا، ما تضمنش غريب. الناقص الفهم يصفق كفا، يعني يعمل ضمان اتفاقات ويمد ايده كده ويقول ماشي تمام 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 ويسلم البضاعة وعندي الدين، بعد كده اللي خد البضاعة يهرب وتعالى ادفع انت غلبان وترمي في السجن. لا، محب المعصية محب الخصام. المعلي بابه يطلب الكسر. محب المعصية محب الخصام، يعني اللي بيحب الخصام يحب الغلط على طول. تمسك واحد تتعامل معاه من اما تقابله ليه بيشتكيك؟ ليه بيهجم عليك؟ ليه يا حبيبي كده؟ هو انا عدوك؟ كل ما تقابلني تقول لي انت وحش؟ ايه حكايتك معايا؟ هو انا مش عاجبك خالص في حاجه؟ هو في الحقيقه محب للخصام فمحب للمعصيه، هو عايز الغلط يعني. هو كيف كيف اهانه وكيف غلط. انا اعرف ناس من دول على فكره، منين ما قابلهم، لو قابلتهم مرة بالصدفة في بنك ولا في البوستة تقول لي يا ابونا انت ما زرتنيش، انت يا ستي بالراحة عليا، طب مش بالشارع يعني. لا، هي خبط على طول كده يعني، مع اني زرتها يعني، بس معلش. وهكذا يعني، منين ما نتقابل لازم اسمع موشح يعني، محب المعصية محب الخصام. المعلي بابه يطلب الكسر. المعلي بابه ده يعني واحد متكبر، يقول لك انا بابي عالي. بابي عالي يعني ايه؟ انا احمي نفسي، انا مش عايز حد، انا معتزل بنفسي، انا متفاخر. طب انت بتطلب الكسر عارف ليه؟ لانه الله يقاوم المستكبرين، بس منطقة البسط. لو انت ودود مع الناس وبشوش مع الناس ومتواضع مع الناس مش هتعلي بابك، بابك عادي خالص زي كل الناس يعني، تبقى طبيعي خالص 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 خالص. يخبط عليك واحد تفتح له وانت مش زعل وانت مش خايف، ليه؟ لانك انت ودود وبشوش. لكن وانت كاره الناس ومتعالي على الناس
فانت عارف ان الناس كرهاك فخايف منهم، تعمل ايه؟ تعلي بابك. او مين قالك انك في امان؟ الله هيكسرك. هو الله هيمنعه باب يعني ولا سور عالي؟ ابدا ابدا. المعلي بابه يطلب الكسر. الملتوي القلب لا يجد خيرا، والمتقلب اللسان يقع في السوء. الملتوي القلب لا يجد خيرا، طب هيجيب منين الخير؟ في قصة حصلت مع داود الملك اللي اسمه حانون، قصة بتاعته موجودة في صمويل الثاني عشر. صمويل الثاني عشر، شوفوا تعامل ده ازاي مع داود النبي لانه ملتوي القلب. حانون ده ملك بني عمون، مات ابوه فمسك هو، بقى هو الملك. فداود قال ايه؟ اصنع معروفا مع حانون ابن نحاش، نحاش العموني، كما صنع ابوه معي معروف. فارسل داود بيد عبيده يعزيه عن ابيه. شوفوا داود راح يعمل ايه؟ داود بيعزيه عن ابيه. فجاء عبيد داود الى ارض بني عمون، فقال رؤساء بني عمون لحانون سيدهم: هل يكرم داود اباك في عينيك حتى ارسل اليك معزين؟ دول مش جايين عشان يعزوك، اوعى تصدق. ملتو القلب، اوعى تصدق، دول جايين لاجل فحص المدينة وتجسسها وقلبها، يعني قلبوها. ارسل داود عبيده اليك. فاخذ حانون عبيد داود وحلق انصاف لحاهم وقص ثيابهم من الوسط الى اشتاهم ثم اطلقهم. وطبعا داود غضب بقى وعمل حرب على كده، جابهم كده وقصلهم شعورهم، واخدين بالكم؟ خد نص الدقن حلقها لهم، طبعا بتبقى هزقة، وجاب هدومهم من ورا راح شقها لغاية فتحة الشرك تحت، سابهم عراية كده وقال لهم يلا يلا روحوا عند داود. طبعا داود اول ما شاف الموضوع ده ازاي يحصل كده، قام عليهم وحاربوا، حاربوا بني عمون. ليه؟ لانه ملتوي القلب لا يجد خيرا، ومتقلب اللسان يقع في السوء. من يلد جاهلا فلخزيه، ولا يفرح ابو الاحمق الا لو ربنا اداك ولد جاهل. اوعى تتمناها، قول له يا رب اديني واد حكيم يا ما تدنيش. من يلد جاهلا فلخزيه، ولا يفرح ابو الاحمق. لا ابشالوم ولا امنون فرحوا داود، لان كان عندهم حماقة. امنون اتضجع مع اخته، وابشالوم قتل امنون وعصى ابوه. ايه ده؟ بتهيألي لو داود قعد فكر كده في ولاده يعني. طبعا سليمان هنا بيفتكر نفسه كيف انه سليمان الملك اللي داود اداله المملكة في حياته قبل ما يموت، ومنع ادونية عن انه يبقى الملك. القلب الفرحان يطيب الجسم، والروح المنسحقة تجفف العظم. القلب الفرحان ده يبقى الجسم نفسه ايه؟ يبقى الجسم نفسه حلو. الروح المنسحقة تجفف العظم، هنا بقى مش الروح المتضعة، لا، دي الروح المكسورة بالخطية بالحزن باليأس، تخلي العظم كده يعني الكيان يبقى تعبان. الشرير يأخذ الرشوة من الحضن ليعوج طرق القضاء. الشرير يأخذ الرشوة من الحضن ليعوج طرق القضاء. شخص الشرير مرتبط بالقضاء. لو واحد فزدان ممكن يكون محامي، واحد متهم بس شرير، ممكن يكون ضابط بوليس عسكري او من شرطه بس شرير، ممكن يكون قاضي بس شرير، ياخد رشوه من الحضن يعني ياخدها سرا عشان ايه؟ يعوج القضاء. عشان كده سماها رشوه، ما سماهاش هنا ايه؟ سماهاش هديه، هنا جت واضحه انها ايه؟ رشوه عشان يعوج طرق القضاء.
الحكمة عند الفهيم وعين الجاهل في أقصى الأرض. الحكمة عند الفهيم، نفهمها بقى من إيه؟ من عين الجاهل اللي في أقصى الأرض. الجاهل مش عارف له هدف، عمال عينه بص بعيد هنا وهنا 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 وهنا، مش راسي على اتجاه على هدف. لكن الحكمة عند مين؟ عند الفهيم، عارف طريقه، فاهم سكته، عارف هدفه، طريقه ثابت، مش متشتت، مش متقسم هنا وهنا 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 زي الجاهل اللي عينه في أقصى الأرض، يعني طمعان في كل حاجة. الابن الجاهل غم لأبيه ومرارة للتي ولدته، واضح. أيضا تغريم البريء ليس بحسن، وكذلك ضرب الشرفاء لأجل الاستقامة. تغريم البريء ليس بحسن أو ضرب الشرفاء لأجل الاستقامة، عارف دي اللي هي إيه؟ اضرب المربوط يخاف السايب، يعني انت ما قدرتش على مش عارف ايه، قدرت على ايه؟ ها؟ ما ينفعش واحد بريء تغرمه ليه؟ ما تشوف الشرير وعقبه. واحد مستقيم تضربه، واحد شريف تضربه ليه؟ واخدين بالكم؟ لا، ده ضعف الحاكم، ده ضعف الحاكم ان هو ايه يعني يقول لك اضرب المربوط يخاف السايب. لا، حد تضرب المربوط ليه؟ طب ما هو مربوط، ما كفايه عليه انه مربوط، يعني ما كفايه انه ماشي كويس، يعني ما كفايه عليه انه ماشي كويس. فضرب الشرفاء ما مش من الحكمه ولا حتى من الاخلاق انك تضرب الشريف وتغرم البريء. ذو المعرفه يبقي كلامه، وذو الفهم وقور الروح. ذو المعرفة يبقي كلامه، يعني ما عندوش خفة، مش خفيف، يقول لك ده مش خفيف، يعرف أسرار جبارة وتلاقيه كاتم الأسرار، ما يعرفش الخفة، راشي متزن، مش بتاع، مش خفيف كده يروح يعني يقول كده وخلاص كل حاجة. عدم الخفة دي، شوفوا مثلا معلمنا يوحنا، ربنا يسوع المسيح قال له على الصليب ايه؟ هوذا امك، وقال لأمنا العذراء ايه؟ هوذا ابنك. حد فينا عرف من معلمنا يوحنا ايه اللي جرى في بيت يوحنا بعد الصليب؟ لأن يوحنا ذو معرفة، فأبقى المعرفة، أبقى كلامه. لو يوحنا شخص خفيف كان كتب لنا حكاية في الإنجيل، خدتها وكنت أقعد معها كل ليلة وطبطب عليها، يا أمي ما تزعليش، ويقعد حكاية وحكاوي، مش بتاعتنا في الإنجيل الحكاوي دي يا يوحنا. كفاية إنه قال لك هذا الشرف هو ذا أمك، وقال لها هو ذا ابنك، وخلاص أبقى معرفة، ما كلمش. بولس الرسول اختطف إلى السماء الثالثة وشاف حاجات لا يسوغ لإنسان أن ينطق به، هلش يوصفها، ومع هذا ما تكلمش عنها إلا في آخر حياته. قال أعرف إنسانا قبل 13 سنة، حكتمها 13 سنة، قبل 13 سنة أفي الجسد كان أم خارج الجسد، اختطف إلى السماء ورأى وحكى على الإيه؟ حكى على اللي شافه. ده كورنثوس الثانية 12 من 1 إلى 7. ليه؟ ده ذو معرفة يبقي كلامه، يتأنى في كلامه، مش خفيف في كلامه، ما يتظاهرش بالمعرفة، ما يتفاخرش بالمعرفة ديت، رزين رزين. ذو الفهم وقور الروح، وقور الروح هنا يقول لك يعني هذا calm spirit، يعني عنده روح ايه؟ هادية، عنده calm spirit، عنده روح هادية. شو بقى اللي جاية دي؟ بل الأحمق إذا سكت يحسب حكيما. الله عليك يا سليمان، ده ايه؟ نقطنا بسكاتك، واخدين بالكم؟ الأحمق إذا سكت يحسب حكيما،
خليك ساكت اعمل معروف. طبعا سليمان هنا بيقولها هيومر يعني سخريه شويه يعني. ف الاحمق اذا سكت بيقول له برافو عليك انت كده حكيم. شوفوا حتى بيدور له على ايه؟ بيدور له على سبيل للحكمه انه ايه؟ يسكت. لما تسكت تبقى حكيم، لان كل ما تفتح بقك هتفتحه بحماقات وبجهل وبخيمه، فخليك ساكت احسن. الاحمق اذا سكت يحسب حكيما، ومن ضم شفتيه فهيما. يعني الاحمق الذي يضم شفتيه برضه يبقى ايه؟ يبقى فهيما. طولت عليكم، بس اصحاح ده مليان بالدروس، وهو السفر ده اساسا كل مثل فيه بدرس وبموضوع. ربنا يبارك في هذه الكلمات، يجعلها سبب منفعة لإلهنا. كل مجد وكرامة للأبد، امين.